نعم حازم، يعني غارة إسرائيلية على براكس يأوي نازحين في منطقة إرميضة في بلدة بني سهيلة شرقي خان يونس. هذا القصف الإسرائيلي حتى اللحظة أدى إلى استشهاد 6 من المواطنين، من بينهم طفلتين وامرأة، بالإضافة إلى جريحين آخرين، من بينهم أيضا طفلة تعاني من إصابات شديدة الخطورة. وبالتالي هذه الغارة الإسرائيلية تأتي في ختام الغارات الإسرائيلية التي نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم على أماكن متفرقة من مدينة خان يونس، تحديدا في المناطق الشرقية والغربية، والتي أدت حتى هذه اللحظة إلى استشهاد 9 من المواطنين في الغارات الإسرائيلية التي نفذت على بلدة بني سهيلة وخزاعة، بالإضافة إلى منطقة حي الأمل. بالتالي الغارات الإسرائيلية متواصلة مع استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. هذه الغارة جاءت يعني في حالة من الهدوء، يعني الذي استمر لمدة قليلة، ربما ساعة أو ساعتين توقف خلالها القصف المدفعي على المناطق الشرقية، لكن وبصورة مفاجئة قصف هذا البراكس الذي يوجد به عدد من العائلات الفلسطينية، وبالقرب منه أيضا خيام للنازحين اتخذت من منطقة الإرميضة، المنطقة الزراعية التي تقع في ضمن حدود بلدية بني سهيلة، مكان للأمن والأمان. لكن هذه الغارة الإسرائيلية جاءت لتبدد مرة عاشرة بأنه لا توجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة أو في أي مناطق من كل مناطق قطاع غزة، ولا يوجد أشخاص آمنون، ومعظم الشهداء الذين جاءوا إلى مجمع ناصر طبي هم أطفال ونساء ويعني رجال كبار في السن. وبالتالي هذه الغارة أيضا تأتي في ظل عمليات التصعيد التي بلغت ذروتها هذا اليوم أيضا في مدينة رفح. نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 22 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي من مدينتي رفح وخان يونس ضمن سلسلة الغارات العنيفة التي استهدفت أيضا المناطق الغربية من رفح، منطقة البركسات، حي الجنينة، الشابورة، حي تل السلطان، والمناطق الشرقية من مدينة رفح، شرق منطقة الشوكة، ومنطقة أيضا دوار العودة. كل هذه المناطق أيضا في رفح تعرضت إلى عمليات قصف عنيف من قبل المدفعية والطائرات المسيرة، وشهدت أيضا اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، استطاعت المقاومة خلالها من تدمير أو استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية، تحديدا في حي تل السلطان، في حي البرازيل، في منطقة الشوكة، وكذلك الحال في منطقة تل زعرب التي تعرضت هي ومنطقة يبنى، حيث توجد آليات أو تجمع كبير للآليات الإسرائيلية في هاتين المنطقتين، تعرضتا إلى عمليات استهداف من قبل المقاومة الفلسطينية وإطلاق عشرات قذائف الهاون. وبالتالي الأوضاع الميدانية في جنوب القطاع، في رفح، في خان يونس هي خطيرة وتتصاعد بصورة كبيرة جدا. واللافت هنا حازم أن حجم الغارات والاستهدافات بدأ يرتفع بصورة كبيرة جدا في كل المناطق الجنوبية، في شرق خان يونس، وسطها، غربها، رفح، شرقها ووسطها وغربها. وبالتالي الأوضاع الميدانية متصاعدة، ويقابل كل ذلك انهيار للمنظومة الإنسانية والمعيشية والطبية في ظل استمرار إغلاق المعابر، مما يزيد من يعني حالة الإحباط والتعقيدات الكبيرة التي يعاني منها سكان الجنوب، في ظل أيضا استمرار إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وحتى الطبية. هنا مجمع ناصر الطبي يعاني معاناة شديدة ولا يستطيع تقديم الرعاية والخدمات الطبية وفق البروتوكول الطبي، لأن المعدات، هناك خلل ونقص كبير في المعدات التشخيصية في المستهلكات الطبية، وبالتالي المجمع لا يستطيع أن يقوم بدوره بالشكل المطلوب نظرا لنقص الإمكانات والعدد الكبير من المرضى والجرحى الذين يصلوا إلى المجمع الذي أعيد افتتاحه مؤخرا، ولكن ضمن يعني حدود الدنيا. وبالتالي المجمع بحاجة ماسة إلى إمداده بكوادر طبية، محاجة ماسة إلى أدوات تشخيصية ومعدات طبية أخرى، وأيضا يعني مستهلكات طبية. الوضع في جنوب القطاع صعب ويتصاعد مع استمرار عمليات القصف والاستهداف في كل المناطق الجنوبية من قطاع غزة. إبراهيم قنن مراسل الغد كنت معنا من خان يونس جنوب قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.